أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بالعراقي. تعزيز التعاون مع العراق كحليف استراتيجي في عيون مرشحي الرئاسة الأمريكية قد يكون الثابت للمصالح الأمريكية، لكن المتحول هو كيفية بناء مسارات نحو ديمومة الشراكة بين البلدين، وكيف يرى الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء شكل الوجود الأمريكي في العراق، وما هي استراتيجية الجمهوريين والديمقراطيين لمواجهة التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية في العراق. هذه المحاور وغيرها ستكون محور نقاش الليلة في برنامج بالعراقي. من جديد أهلا بكم. تلقي نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بظلالها عادة على كيفية تعامل الرئيس الجديد مع قضايا السياسة الخارجية لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما العراق الذي تتواجد فيه قوات أمريكية. فكيف ينظر مرشحا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الوجود الأمريكي في العراق؟ وما تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما ستفرزه من نتائج على دعم العملية السياسية في العراق؟ فلنتابع. يشكل الوجود الأمريكي في العراق واحدا من أبرز القضايا في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المقبل، خاصة وأن ساكن البيت الأبيض الجديد يأتي في ظل توتر متصاعد تشهده منطقة الشرق الأوسط، وتحتفظ الولايات المتحدة حاليا بنحو 2500 جندي في العراق على رأس تحالف يضم أكثر من 80 دولة تشكل عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش. وتتمركز هذه القوات في ثلاث قواعد رئيسة في بغداد والأنبار وإقليم كردستان. المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب كان قد هدد العراق بعقوبات صارمة بعد تصويت البرلمان العراقي على سحب القوات الأمريكية بعد اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني في بغداد في 2020. لكن من المرجح أن لا يحيد ترامب عن وجهة نظر البنتاغون بشأن أهمية الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لا سيما في ظل تنامي التصعيد وتبادل القصف الجوي في الآونة الأخيرة بين إيران وإسرائيل. وبعد قرار ترامب في 2019 بسحب القوات من شمال سوريا، تبقى المخاوف من انسحاب مشابه من العراق قائمة، رغم الانتقادات التي واجهتها إدارة بايدن بسبب انسحابها من أفغانستان في 2021. في المقابل بدت نظرة الحزب الديمقراطي للعراق مختلفة، ففي عهد بايدن أصبحت علاقات بغداد الخارجية أكثر انسجاما مع توجهات طهران، وهو ما دفع إدارة بايدن للميل للتعامل مع العراق باعتباره جزءا من متطلبات التعامل مع طهران على الصعيد الإقليمي. أما على الصعيد الداخلي بين المركز والإقليم، فقد عاش العراق في عهد بايدن خللا اجتماعيا لصالح هيمنة القوى الشيعية، ما أدى إلى زيادة المركزية وتراجع نفوذ إقليم كردستان لصالح بغداد. مشاهدينا، والحديث أكثر عن الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على العراق، ينضم معنا مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط وحاليا مدير برنامج السياسة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى السيد ديفيد شنكر، ومن العاصمة بغداد حسين علاوي مساعد وزير أو مستشار رئيس الوزراء العراقي. مرحبا بكم ضيوفي، على أمل أنضم لنا لاحقا السيد ريتشارد شازي أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. أبدأ مع سيد شنكر أولا. سيد شنكر، ما المتغيرات القادمة في ملف العراق بغض النظر يعني عن الإدارة الأمريكية الجديدة بعد الانتخابات؟ نتحدث هنا عن مختلف الملفات التي يرتبط بها العراق والولايات المتحدة، منها الملفات سياسية اقتصادية وعسكرية.
مساء الخير لك وللمشاهدين ولزميلي الضيف. أعتقد أن معظم هذا يعتمد على من يأتي في واشنطن. نحن لن نعرف هذا بالطبع حتى يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس. أعتقد أننا في مسار نحو تغيير طبيعة التواجد العسكري الأمريكي في العراق، وقد اتفقنا على إنهاء التحالف، والعراق يكتسب المزيد من القدرات، وفي النهاية سيكون هناك نوع من العلاقات العسكرية الثنائية مع حكومة العراق، بمعنى التدريب والتجهيز على الأقل في الوقت الحاضر. الولايات المتحدة ستبقى في سوريا، على الرغم من أنني أعتقد أنه سواء كان هناك إدارة جمهورية أو ديمقراطية، ربما سيكون هناك ميل لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا، ولكن طالما أن التواجد هناك، الولايات المتحدة ستحتاج، سواء في أربيل أو في إقليم كردستان، تحتاج إلى تواجد لوجستي لإمداد قواتنا. وأعتقد وحسب ما يكون هناك رئيس ديمقراطي أو جمهوري، العلاقة على المستوى السياسي ربما تكون مختلطة أكثر بدرجات من التوتر نتيجة للتوقعات العالية للعراق كونه يحمي المصالح الأمريكية وليس كلية خاضعا للمصالح الإيرانية على وجه التحديد، والميليشيات أو على الأقل الميليشيات المسلحة التي لا تستجيب لرغبات الحكومة العراقية. وسيد شنكر، كيف توازن الولايات المتحدة كذلك بين دعمها الأمني العسكري للعراق والتهديدات الإسرائيلية بضرب العراق في حال كان هناك استهداف يعني يصل إسرائيل؟ كيف من الممكن أن توازن الإدارة الأمريكية في المرحلة القادمة بحسب ما سيكون نتائج الانتخابات القادمة، أن توازن بين هذين يعني الطرفين؟ نعم، أعتقد أن كل من الإدارتين الجمهورية والديمقراطية ستتعاملان مع هذا بطريقة مشابهة. والسؤال هو، هل العراق دولة سيادية أو ليس دولة سيادية؟ لو كان دولة سيادية عندها فإن حكومة العراق لن تقدم 6.3 مليار دولار سنويا من ميزانية العراق إلى الحشد الشعبي الذي يستجيب لرغبات إيران ويطلق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل. لو حدث هذا على الأراضي العراقية بالطبع بمباركة حكومة العراق، عندها إسرائيل مثل أي دولة أخرى سترد عسكريا وستستهدف الحشد. وأنا لا أتوقع، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستشجع إسرائيل على استهداف الحشد نفسه وليس منشآت تتبع حكومة العراق، ولكن بالطبع العراق سوف في النهاية يضطلع بمسؤولياته عن هذه الهجمات، لأنه بالطبع يمول الميليشيات من الميزانية الوطنية، مثلا تمويل شركة المهندس التي يديرها الحشد. إذن الموقف سيكون صعبا بالنسبة لحكومة العراق. ولكن مرة أخرى، هل العراق سيادي ذو سيادة أو أداة في يد إيران؟ طيب سيد شنكر، أتوقف عندك قليلا وأذهب إلى سيد ريتشارد شازي الذي التحق بنا الآن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. نتساءل سيد ريتشارد، على ماذا يتفق الديمقراطيون والجمهوريون حول العراق؟ ونتساءل كذلك، ما نقاط الخلاف بين الرؤية لكلا الحزبين في النظر لشكل العلاقة مع العراق في المرحلة القادمة وفق نتائج الانتخابات؟ بالتأكيد أعتقد أن الطرفين يفهمان أن ما يهم العراق هو أن يصبح قوة اقتصادية وأن تزيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق. بصورة أساسية هناك اختلافات أساسية
من ناحية هاريس، هاريس أو كان هناك مقال في ميدل إيست إنستيتيوت نشر في نهاية سبتمبر، هاريس معنية بسحب القوات الأمريكية على مرحلتين واحترام الاتفاقيات الثنائية مع العراق، وهي مع استثناء للعراق بالنسبة للعقوبات على إمدادات الطاقة الإيرانية. وكما ذكر هذا التقرير، هو يعتقد أن هذه الإعفاءات تقوي إيران. ترامب يود أن يرى انخفاض في القوات الأمريكية، ولكنني أنا هنا أتنبأ أو أقرأ أوراق الشاي، ولا أعتقد أن هناك تصور للسحب القوات من قبل هاريس، وهي تريد أن ترى إصلاحات كما ذكر هنا أو التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهابيين وهذه القضايا. ما تريد عمله هو الحفاظ على قاعدة أمريكية جوية لدعم العمليات ضد داعش في سوريا. فيما يتعلق بترامب، أنا قلت إنه معني بهذه الإعفاءات الخاصة بإمدادات الطاقة الإيرانية لتوليد الكهرباء في العراق. يعني فقط سيد ريتشارد، فقط للتبيان الصورة للمشاهد كذلك أيضا، نتساءل يعني خطط هاريس للمرحلة القادمة هي عدم سحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا، بينما وتنفيذ كذلك الاتفاقيات مع الجانب العراقي، بينما ترامب يريد سحب القوات الأمريكية وكذلك التوجه نحو قطع جميع الإمدادات على إيران بما فيها الاتفاقات مع العراق، خصوصا فيما يخص الغاز والأموال التي تحول من العراق إلى إيران. أنا أفهم أن هذا ما ذكر مؤخرا، أن هذا ما تهتم به هي بالنسبة لسحب القوات. من ناحية سياسة الشرق الأوسط، ترى اهتمام من جانب ترامب من ناحية بعث أو إحياء المبادرة السعودية الإسرائيلية، ورأينا ما وصف بأنه استمرار للعلاقات مع تركيا والسيسي في مصر. ولكن ما يجعل الأمر صعبا هو بعض التقلب المرتبط بسياسة ترامب الخارجية، وأيضا النزعة الانعزالية، بينما كامالا هاريس تؤمن بالطابع الدولي للأمور وتفكر في الشرق الأوسط، وهناك مناطق في الشرق الأوسط تتماهى مع رؤية بايدن، خاصة حل الدولتين، والتي لا يدعمها دونالد ترامب. طيب سيد ريتشارد، أتوقف عندك قليلا وأذهب مع سيد حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ علاوي. يعني كما تحدث الضيفان عن طبيعة العلاقات الأمريكية مع العراق والارتباطات فيما يتعلق بالعلاقة الاستراتيجية الأمنية بين بغداد وواشنطن، هل تعد بغداد خطط استراتيجية بديلة في حال تغير الموقف الأمريكي بعد الانتخابات؟ يعني أولا مساء الخير عليكم، مساء الخير على ضيوفك من واشنطن والمشاهدين الكرام. يعني أكيد الحكومة العراقية لديها اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي ترتكز في إدارة العلاقات العراقية الأمريكية، وبالتالي لن تتغير أو تتغير الأهداف العراقية بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المرتكز الأساسي هو المصالح المشتركة، وهذا ما يعمل عليه السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني في زياراته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء لجمعية العامة المتحدة أو كذلك لقاء القمة الذي يعني حصل في نيسان مع
الرئيس بايدن، والذي وضع مسارا استراتيجيا للعلاقه، وكذلك بالمقابل اتفق الطرفان على انهاء مهام التحالف الدولي، وهو بالفعل ما جرى الاتفاق عليه في البيان المشترك ما بين وزاره الخارجيه العراقيه ووزاره الخارجيه الامريكيه ودول التحالف الدولي، ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائيه طبيعيه، وترتكز طبعا على مثل ما ذكرت لك اتفاقيه الاطار الاستراتيجي. لكن هنا القصه الكبرى التي تحدث الان، وهو انه خلال العشرين عاما يعني دارت العلاقات العراقيه الامريكيه على المرتكز العسكري، الان ستنتقل انتقال كبير جدا، وهي بدات بالفعل نحو الاقتصاد، نحو الزراعه، التنميه، وكذلك بالمقابل مواجهة التغيير المناخي، التعليم، الصحة، وكذلك بالمقابل الطاقة. ولاحظنا هنالك إقبال كبير يعني حقيقة من قبل الشركات الأمريكية على الانخراط الآن في قطاع الطاقة، وكذلك بالمقابل يعني في قمة الأمم المتحدة الشركات الأمريكية كذلك عبرت عن نقطة جديدة، وهي الشراكة ما بين الشركات الأمريكية والقطاع الخاص العراقي بصورة مباشرة. نعم. وبدعم من قبل السيد رئيس وزراء عبر خلق المناخ الاقتصادي، عبر خلق البوابات الاقتصادية الصحيحة. وبالتالي لاحظنا أن هنالك انخراط في قطاع البتروكيماويات، في قطاع الاتصالات، في قطاعات أخرى غير القطاعات العسكرية أو القطاعات كذلك بالمقابل النفطية، وكذلك بالمقابل في مجال الغاز، وهنالك عمل كبير في هذا المجال، وكذلك في مجال الكهرباء. وبالتالي هذا المسار الأساسي الذي نرتكز عليه الآن، هو أن نبني مصالح مشتركة، مصالح قابلة لعملية تحويل اتفاقية الإطار الاستراتيجي من إطار إلى اتفاقية فعالة على أرض الواقع، توفر فرص العمل، توفر الشراكة ما بين رؤوس الأموال الأمريكية والعراقية، تنقل التكنولوجيا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق. لكن بالمقابل دعني أرد على نقطتين أساسيتين أثارهما الضيوف يعني حقيقة. يعني فيما يخص حقيقة هيئة الحشد الشعبي، هيئة الحشد الشعبي هي دستورية لديها قانون في عام 2016 صدر، وهي كانت تقاتل مع القوات المسلحة العراقية وانتصرت وضحت وقدمت التضحيات. وبالتالي هنالك فرق قد يكون بين إرث الفصائل وتعاملها مع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وبين هيئة الحشد الشعبي التي تخضع إلى قيادة العمليات المشتركة وإلى القائد العام للقوات المسلحة، وهذا واضح جدا. فقضية التمويل وقضية الشركة حقيقة يعني كلام يعني غير دقيق وغير صحيح، وتبقى هذه القوات ضمن القوات المسلحة العراقية، لكن يبقى هنالك حل سياسي تعمل عليه الحكومة العراقية وحوار سياسي تجري مع القوى السياسية العراقية، وهي نجحت بالفعل في إيقاف الهجمات على القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن بعثات من المستشارين من التحالف الدولي قبيل إنهاء مهام التحالف الدولي، والآن الوضع حقيقة مستقر ومستتب بصورة تامة جدا. يعني تقول هناك فرق سيد علاوي، فرق بين مؤسسة الحشد الشعبي إذا تسمح لي، هنالك فرق في الفهم الآن يعني هيئة الحشد الشعبي وعملها ضمن القوات المسلحة العراقية. هنالك معلومات مغللة تظهر بين الحين والآخر تحاول أن تأخذ، لأنه حتى أليست الفصائل المسلحة تابعة لهيئة الحشد الشعبي سيد علاوي؟ ممكن تعيد السؤال؟ أليست بعض الفصائل المسلحة التي يعني تتبنى عمليات ضد إسرائيل تتبع لهيئة الحشد الشعبي؟ أو جزء منها يتبع لهيئة الحشد الشعبي؟ لا شوف إذا تسمح لي، هيئة الحشد الشعبي تعمل يعني للتوضيح، حتى للتوضيح العمليات المشتركة. نعم. وتعمل وفقا لقوانين الانضباط العسكري الخاصة بالقوات المسلحة العراقية، وبالتالي هذا المسار يختلف عن مسار الفصائل التي تتبنى هجمات بين الحين والآخر يعني بهذا الاتجاه. لكن بالمقابل السيد رئيس الوزراء كان واضح جدا خطابة بأن قرار الحرب والسلم هو قرار دولة، والآن المؤسسات الدستورية العراقية والقوى السياسية العراقية تدعم خطوات السيد رئيس الوزراء في عدم انزلاق العراق إلى هذه الحرب المفتوحة في المنطقة. هذه حرب يريد منها الكيان الصهيوني حقيقة تدمير كل شيء ونقل المنطقة إلى يعني، والعراق يتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وبالتالي من الممكن أن تؤثر هذه على المشهد، يعني مشهد العراق بصورة عامة. سيد حسين يعني سأعود لك لاحقا يعني في النقاش حول هذا الموضوع. أعود إلى سيد شنكر، التصعيد أم التهدئة سيد شنكر مع إيران في المرحلة القادمة، كيف ستتعامل من الممكن الإدارة الأمريكية القادمة مع التهديد الإيراني؟ أولا دعني أقول قبل أن أجيب على السؤال المتعلق بإيران، جنديان إسرائيليان قتل عن طريق مسيرة أطلقتها الميليشيات الشيعية، و
لا أعتقد أن هناك أي شك في أن إسرائيل سترد وتضرب هذه الميليشيات. المسألة مسألة وقت، وهذا ما يحدث عندما تكون هناك ميليشيات تعمل في بلادك خدمة لإيران. بالنسبة لإيران، بدون أي شك إيران سترد على آخر ضربة أو آخر رد إسرائيلي، وأعتقد أن المسألة تطلبت من خامنئي عدة أسابيع ليفهم مدى الضرر الذي لحق بالجيش أو بالبنية التحتية العسكرية الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي الإيراني. والخطاب الذي ألقاه بالأمس يوحي بأنه سيكون هناك رد كبير، وأنا لا أرى إسرائيل أو إيران تتراجعان، وبالتالي أعتقد أن هذا سيستمر. سيكون هناك رد إيراني ثم رد إسرائيلي أكبر، وإسرائيل تستخدم هذا كموضوع وجودي، وهي تقاتل ضد سبع أذرع إيرانية الآن بما فيهم الموجودون في اليمن والعراق ولبنان وسوريا وغزة. ولكن كذلك شنكر الموقف العراقي بالنسبة للحكومة العراقية واضح تجاه يعني هذه الميليشيات المسلحة، ويحاول يعني تصدير الحكومة العراقية تحاول تصدير السياسة والدبلوماسية مع الجانب الأمريكي، وكذلك يحاول أن يكون العراق بيضة القبان في المنطقة ومع كل ما يدور من أحداث. أعود إلى السيد ريتشارد شازي. سيد شازي، يعني نتساءل هنا، ما أولويات الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية بشأن العراق والمنطقة إذا كانت هاريس أو ترامب؟ إذا كان يعني من الرؤيتين اللتين طرحتهما في بادئ الحلقة. شكرا. أعتقد أن هناك إحساس عام بأن الرئيس ترامب سيمنح إسرائيل يد طليقة لعمل ما تريد عمله بصورة أساسية. هذا ما قاله ترامب مؤخرا، أن الإسرائيليين يجب أن يتمكنوا من عمل ما عليهم أن يعملوا، والكثير يعتمد على كيف إيران وآية الله خامنئي والرئيس الإيراني كيف يعملون على الرد على الهجوم الإسرائيلي، والذي كان محدودا في نطاقه. كانت هناك تقارير بالطبع أن الأمريكيين تواصلوا عبر السويسريين مع القيادة في طهران بأنهم لن يتمكنوا من السيطرة على الرد الإسرائيلي كما فعلوا في الماضي لو كان هناك رد إيراني غير متناسب مع الرد الإسرائيلي والرد الذي كان متماشيا مع القانون الدولي، الرد الإسرائيلي. هذا سؤال كبير من منظور هاريس. لو فازت في هذه الانتخابات، أعتقد أنك سترى المزيد من التعبير عن القلق بشأن الأبرياء الفلسطينيين في غزة، وأيضا حديث أكثر عن الأفعال الإرهابية التي قام بها الكثير من المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وسترى إحساس دعم وهو استمرار لدعم بايدن لإسرائيل من ناحية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أعتقد أنه ستكون هناك مجالات منسجمة، ولكن ستكون هناك اختلافات بين ترامب وهاريس. نعم. ومع هاريس أو ترامب سترى جهدا ل
تأهيل. طيب. سأتوقف عند هذه الاختلافات بوجهات النظر بين هاريس وترامب. سيد ريتشارد، وعود مع السيد حسين علاوي مرة أخرى. سيد علاوي، خطر داعش وتهديده للعراق، ولا زالت داعش تقوم بعمليات إرهابية داخل العراق، كيف سيؤثر هذا على قرارات واشنطن في قابل الأيام بشأن الانسحاب أم البقاء في العراق؟ أم يعني يعتمد هذا الموضوع على الرئيس الجديد؟ أم بغداد حسمت أمرها في مواجهة داعش منفردة؟ لا، إذا تسمح لي، أولاً داعش لا يستطيع الآن القيام بأي عمليات عسكرية، لكن بالمقابل روح المبادئة والقيادة والسيطرة هي للقوات المسلحة العراقية، والآن هنالك خبرة كبيرة لدى خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة لمتابعة جيوب التنظيم الإرهابي داعش، وهي مفارز صغيرة لا تتعدى 3 أو 5 أفراد في كل نقطة قد تكون بعيدة ومترامية خارج المدن، خارج كذلك بالمقابل المدن السكانية، وهي في مناطق زراعية وفي مناطق جغرافية وعرة. والآن القوات أصبح لديها احتراف، يعني القوات المسلحة العراقية إن كانت في الجيش العراقي، في جهاز مكافحة الإرهاب، في الحشد الشعبي، كذلك في قوات البشمركة، وكذلك في الشرطة الاتحادية، وكذلك بالمقابل في الرد السريع وغيرها حقيقة من صنوف القوات المسلحة، بالإضافة إلى المجتمع الاستخباري العراقي في جهاز المخابرات الوطني، وكذلك بالمقابل في جهاز الأمن الوطني، وكذلك وكالة الاستخبارات والاستخبارات والأمن والاستخبارات العسكرية. هنالك كل يوم عملية حقيقة توجه من قبل قيادة العمليات المشتركة، يتخذ بها القرار بأن تكون في سلة الأهداف الاستراتيجية، ويقوم صقور الجو وكذلك طيران الجيش بعمليات الاستهداف، بالإضافة إلى بمعنى أن العراق سيد علاوي، بمعنى أن العراق قادر على المواجهة. لا تسمح لي نعم. مو أنت لا تسمح لي، سويت الإعداد غير متكافئ. أنا أشوفه ليش قمنا نروح ونجي بالمنطقة والآخر. هذا العراق الآن بسبب علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية اكتسب الآن خبرتين لم يكن يكتسبها يعني في السنوات الأولى لعمر النظام الديمقراطي، وهو القتال في المناطق المبنية، وهذا ما اكتسبه في الحرب على التنظيم الإرهابي داعش من عام 2014 إلى 17. والآن هنالك خبرة كبيرة للقتال في المناطق الجغرافية الوعرة والقيام بالضربات الجوية، وكذلك بالمقابل الإنزال الجوي الذي تقوم به كذلك القوات المسلحة العراقية، والتي تدربت كذلك من الخبرة الأمريكية وغير حقيقة من خبرات دول التحالف الدولي، وهذا إنجاز كبير الآن. يعني أصبحت لدى الكفاءة العسكرية لدى جهاز مكافحة الإرهاب في التمرين الذي حصل في الأردن حقيقة، المملكة الأردنية الهاشمية، حصلنا المرتبة الثانية على صعيد العالم وعلى صعيد فرق العالم، وهذا تقدم كبير جدا للعمليات الخاصة العراقية كذلك في هذا المجال. فبالتالي نحن لا ننتظر حقيقة هذا المسار الذي أشرت إليه، ولكن بالمقابل نحترم. ما هو المسار؟ يعني أنا أشير إلى مسار سيد علاوي، أنا أشير إلى مسار أن الجيش العراقي، هل أنا أشير إلى مسار أن الجيش العراقي إذا أمكن، بس اسمح لي إذا أمكن، أشير إلى أن مسار الجيش العراقي في المرحلة القادمة هل هو قادر على مواجهة داعش منفرد؟ هذا اللي سؤال داخل الدولي. شوف بالتقييمات الاستراتيجية التي حصلت في الاتفاق ما بين الحكومة العراقية الذي قاده السيد رئيس الوزراء في اللجنة العسكرية العليا المشتركة ما بين الجانب العراقي وجانب دول التحالف الدولي، جرى هنالك تقييم لبيئة العمليات، وعلى إثر أنها أنهينا مهام التحالف الدولي وأصبحت لدينا القيادة في كل العمليات العسكرية، أصلاً نحن نقودها منذ عام 2014، يعني منذ لحظة سقوط الموصل لم يكن لدينا بعثة قتالية، كانت لدينا بعثات تدريبية تعمل على تدريب القوات العراقية، والبعثات تطورت إلى بعثة استشارية، وهذه البعثة الاستشارية بدأت يعني أنه تعمل على البناء، والإسناد الجوي كان كذلك من قبل التحالف الدولي في المعارك. إذن العراق ترى أن سيد علاوي ترى أن العراق قادر على مواجهة داعش منفرد بدون معاولة من القوات الأمريكية، وهذا سبب يعني طلب الحكومة العراقية أو البرلمان العراقي للانسحاب للقوات الأمريكية. مشاهدينا، ولكن ستبقى العلاقات، ولكن ستبقى نعم بالتأكيد تنتقل إلى علاقات ثنائية بالتأكيد. لا، مثل ما ذكر السيد ديفيد شنجر، سنركز على التدريب، يعني نستمر في تبادل الخبرات، في تبادل المقاعد التدريبية. طيب. المقاعد الدراسية في الجامعات العسكرية الأمريكية وجامعات دول التحالف الدولي التي سنمضي بها إلى توقيع أنه مذكرات تعاون في هذا المجال، وهذا بالتالي ما نمضي به، وهنالك مسودة الآن لاتفاقية استراتيجية مع المملكة المتحدة
إذن أخذ فاصل سيد علاوي إذا أمكن. نعم وصلت الفكرة مشاهدينا. بعد الفاصل، الاقتصاد وملفات حقوق الإنسان تشكل هاجسا حيويا سواء عند الديمقراطيين أو حتى الجمهوريين، ما المتفق والمختلف عليه؟ أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من بالعراق، حيث سنتناول خلاله ملفات حقوق الإنسان وقانون الأحوال الشخصية وتمكين المرأة التي تشكل هاجسا حيويا سواء عند الديمقراطيين أو الجمهوريين. كيف سيتم التعامل مع هذه الملفات من وجهة نظر الرئيس القادم، وما المتفق والمختلف عليه؟ من جديد أهلا بكم مشاهدينا، وأرحب بضيوفي مرة أخرى، وأبدأ مع الأستاذ ريتشارد. سيد ريتشارد، يعني الاقتصاد وكذلك بالمقابلة الالتزام الأمريكي بدعم وأصلاح الاقتصاد العراقي، نتساءل كيف سيكون شكله وما هو نوع وكيفية تقديمه من قبل الإدارة القادمة؟ مرة أخرى أعتقد أن إدارة ترامب لو جاءت فسترى تأكيد أكبر على الصفقات الثنائية العراقية الأمريكية في مجال الطاقة، وهذا سيأتي ضمن إطار منظور جيوسياسي استراتيجي من جانب إدارة ترامب. وأيضا سوف ترى ربما في عهد إدارة ترامب بعض المواضيع التي يواجهها رئيس الوزراء السوداني من ناحية العراق، مهتمة كما أشار الضيف الكريم، مهتمة بالعولمة والطاقة والتغير المناخي والتنمية الاقتصادية الاجتماعية بشكل عام، ولكن من ناحية أخرى عليها أن تواجه موقفا فيه موقف فيه كتائب حزب الله مثلا تشكل مقاومة إسلامية وتعمل ضد مصالح السياسة الخارجية الأمريكية من ناحية استهداف إسرائيل، وأيضا تساهم في تشكيل جبهة من الجبهات السبع التي تعتقد حكومة نتنياهو أن على إسرائيل محاربتها. بشكل عام من ناحية السياسة الشرق أوسطية سيكون هناك تأكيد على حقوق الإنسان والتفكير في المساعدات الإنسانية المستدامة في أماكن مثل غزة مثلا وفي لبنان في الجزء الجنوبي الذي دمره الإسرائيليون. أعتقد أنه سيكون هناك سياسة واقعية ومقاربة واقعية من جانب إدارة ترامب، وهذه المقاربة ضرورية، والأخلاق هي وظيفة من وظائف السياسة، احترام حقوق الإنسان والمصالح الوطنية. إذا حدث هذا فهذا حدث، إذا لم يحدث فهو لم يحدث.
وأعتقد أن في هذا المجال نكون أفضل مع إدارة هاريس. طيب أتوقف عندك سيد ريتشارد وأذهب إلى سيد شينكر. يعني نتحدث في المجال الاقتصادي، هناك عقوبات سيد شينكر من الخزانة الأمريكية ضد مجموعة من البنوك والمصارف العراقية. نتساءل هنا، هل تستمر هذه العقوبات أم ستكون هناك إجراءات أخرى بطرق مختلفة، يعني بحسب اختلاف الإدارة؟ نعم، أعتقد أن العقوبات ستبقى إلى حد كبير، ولكن الهدف منها هو تغيير السلوك طبعا. وأعتقد أن أحد مجالات التقدم بالنسبة للعراق في السنوات الثلاث الماضية كان في قطاع البنوك أو المصارف، شفافية أكبر وعمل طبقا للمعايير الدولية، والولايات المتحدة إلى حد كبير أثنت على العراق لعمل ذلك. ثم هناك بنوك أخرى في العراق وزارة الخزانة فرضت عليها عقوبات، وأعتقد سنرى عقوبات في مجال الطاقة، وأيضا الإعفاءات لن تتم حسب الإدارة القادمة، وهذه بالطبع تشجع العراق على ألا يعمل على الاستقلال في مجال الطاقة، وإنما يبقى معتمدا على طهران في إمدادات الطاقة. شيء آخر أود أن أقوله بشكل عام بشأن حقوق الإنسان، الرئيس بايدن جاء وقال إنه رئيس حقوق الإنسان، ولكنه لم يعر حقوق الإنسان الكثير من الاهتمام. إدارة ترامب مصنفة ربما 20 شخص في العراق وبما فيهم فلاح فياض سيصنفون على أنهم اقترفوا أعمال سيئة، ولكن أنا لا أرى هذا من إدارة بايدن. وبغض النظر عن الإدارة القادمة، ربما سنرى المزيد من إدارة ترامب. سنرى بعض المشاكل مثل زواج الأطفال 9 سنوات الآن يمكن لهم أن الزواج في ظل القانون العراقي. أيضا هناك اضطهاد الصحفيين وقضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان لا تزال تشكل مشاكل. حقيقة أن هناك انتهاك لحقوق الإنسان ثم دور الحشد الشعبي، أعتقد أن هذا سيكون له تأثير سلبي على الاستثمارات الخارجية في العراق. طيب سيد شينكر، أتوقف عندك وأذهب إلى الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي. دكتور حسين، يعني مثل ما سمعنا، يعني بعيدا عن التنسيق العسكري، هناك اقتصاديا وبسلة واحدة الاقتصاد وحقوق المرأة وحقوق الأطفال وقانون الأحوال الشخصية يراه الجانب الأمريكي يجب التعديل عليه حتى يكون العراق يعني مواكبا للدول المتقدمة الديمقراطية التي ترعى حقوق الإنسان وغيرها من المواضيع، وحتى التغير المناخي. كيف تنظر الإدارة والحكومة في العراق للمرحلة القادمة في شكل العلاقة مع الولايات المتحدة؟ لا، أكيد الحكومة العراقية تنظر حقيقة أنه إلى هذه الرؤى والأفكار باحترام، وهي تحاول أن تعالج التركة الماضية حقيقة التي ورثتها من الحكومات السابقة في يعني العديد من القضايا التي ذكرتها حضرتك، وفي مقدمة الاقتصاد. يعني الآن خطة السيد رئيس وزراء سالم محمد شيع السوداني، أشار ضيفك قبل أن تشير التقارير الخاصة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وزارة الخزانة الأمريكية، وزارة الاقتصاد، وحتى كل المجموعات المالية الداعمة حقيقة للعراق، أن هنالك تقدم وتحسن في الاقتصاد، هنالك تحسن في بيئة العمل، وهنالك تحسن في التحول الرقمي الذي يحصل في الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى العائدات المالية، وكذلك حتى قضية المصارف. أنا أتوقع أن السيد رئيس الوزراء قد نجح بالحصول على قرار من الولايات المتحدة الأمريكية على مراجعة التصنيفات الخاصة من الخزانة إلى المصارف والتعاون مع البنك المركزي، وكان هنالك جولات حقيقة قادها السيد محافظ البنك المركزي مع المسؤولين الماليين في الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه معالجة هذه المصارف، وكذلك وضع آلية للمعالجة في قضية أنه حوكمة العملة الأجنبية إن كانت الدولار أو غيرها من العملات الأخرى. والحكومة تعمل، البنك المركزي يعمل، والقطاع المصرفي يعمل مع
البنك المركزي وكذلك مع الحكومة في خطة الإصلاح المصرفي، وهنالك تقدم يعني جيد في هذا المجال، وهنالك كذلك بالمقابل شراكة جديدة. يعني عندما زار السيد رئيس وزراء واشترك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة انعقدت العديد من الفعاليات يعني والزيارات الثنائية وكذلك اللقاءات المفتوحة مع الشركات الأمريكية، وكان هنالك إقبال مصرفي من المصارف الأمريكية للعمل في العراق للشراكة مع المصارف العراقية، وكذلك بالمقابل توقيع يعني أنه مذكرات التعاون والشراكة والتعاون الفني، وهذا بالتالي تحول كبير يحصل حقيقة في القطاع المصرفي. وكذلك هنالك الآن نلاحظ أنه القطاع المصرفي العراقي المملوك للدولة وكذلك بالمقابل مملوك للقطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب بدأوا يعملوا بطريقة جديدة، بدأت تتوسع عملية القروض، عملية دعم الشباب ومشاريع الصغيرة، عملية تمويل المشاريع الكبيرة والميجا بروجكت، طريق التنمية الذي هو واحد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يعمل الآن العراق على وضع النموذج الاقتصادي المتكامل واللجنة الرباعية ما بين العراق وتركيا وكذلك بالمقابل الإمارات العربية المتحدة وقطر عبر وزراء النقل قد نجحوا بوضع هذا المسار، والآن يعملون على مسارات كذلك متعددة، وبالتالي الاقتصاد يتقدم. كذلك بالمقابل يعني في قطاع الطاقة أنا أتوقع أن هنالك فرص نجاح كبيرة، يعني في جولة التراخيص الخامسة والسادسة وكذلك بالمقابل فيما يخص خفض الغاز، يعني حرق الغاز المصاحب حقيقة وتحويله إلى طاقة لدعم قطاع الكهرباء، وبالتالي خطة الاستقلال في مجال الكهرباء والطاقة حقيقة تعمل وحققت الحكومة نجاحات جيدة، ولكن نحتاج المزيد لأن هنالك نمو سكاني، هنالك طلب على الطاقة، هنالك الآن حركة في القطاع الصناعي وفي قطاعات اقتصادية تحتاج الطاقة، وهذا بالتالي ما يعني التوسع. ماذا عن الملفات المرتبطة سيد علاوي؟ الملفات المرتبطة ب يعني قلت أنا ليست الاقتصاد، يعني الاقتصاد وفي سلة واحدة حقوق الإنسان، تمكين المرأة، بعض القوانين التي يعني تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، هناك يعني سلة واحدة هذه الأمور، كيف تتعامل معها؟ لا تسمح لي، مو سلة واحدة، لا إذا تسمح لي. أولاً أنا ما أقدر أتحدث لك باسم القوى السياسية العراقية، ولأنه القوى السياسية العراقية هي لديها رؤى وأفكار تجاه مسودة التعديل حقيقة بهذا القانون، وكذلك إحنا نحترم فصل السلطات حقيقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وبالتالي ممكن يحضر برلماني ممثلين عن البرلمان حقيقة ومتحدثين عن البرلمان ليدلوا دلوهم بالرؤى حقيقة حول هذا الموضوع. لكن بالمقابل أنا أريد أشير إلى نقطة مهمة فيما يخص الصحفيين، إذا أمكن باختصار إذا أمكن. أي هو باختصار يعني ما أثير حقيقة هذه الأيام من تقارير مضللة وغير صحيحة من تجاه الصحفيين. أنا أتوقع أن الحريات الصحفية ممتازة جدا، نعم قد تكون هنالك مشاكل يعني نقطة أو نقطتين أو ثلاثة قد واجهت يعني بشكل فردي، ولكن مقارنة بالأعوام السابقة يعني خصوصا في عام يعني أعوام 19 و20 يعني قد يكون هنالك فرق في ذلك الوقت، لكن غير الممكن أن ننقل هذه التركة على عام 2024. يعني هناك قبل أسبوع كان هناك حرق لقناة في بغداد سيد علاوي، ولكن سأعود لك في هذه التفصيلة بعد الفاصل سيد علاوي إذا أمكن. إذا تسمح لي. نعم. إذا تسمح لي. كم معالجتها؟ سواء إذا أمكن نذهب فاصل ونعود إليك للتكملة سيد علاوي. وكذلك من السيد نقيب الصحفيين العراقيين وكذلك بالمقابل من الجهات المشاهدين تقديم كل التسهيلات للصحافة. عذرا الوقت داهمنا سيد علاوي. بعد الفاصل مشاهدينا، جهود مكافحة الإرهاب هل ستتأثر مع تغيير الإدارة الأمريكية؟ من جديد أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من بالعراقي، وأعود إلى ضيوفي الكرام مرة أخرى. أبدأ مع سيد حسين علاوي. سيد حسين، يعني نتساءل ما هي أولويات العراق في شكل التعاون مع الإدارة الأمريكية على مختلف الصعد، العسكرية، الاقتصادية، وكذلك الملفات الأخرى المرتبطة بحقوق الإنسان وغيرها. نعم تفضل بدقيقة ونصف. يعني أكيد السيد رئيس الوزراء ركز حقيقة في لقاءاته مع الإدارة الأمريكية، إن كانت في الولايات المتحدة الأمريكية أو كذلك بالمقابل في العراق، ولقاءاته مع المسؤولين مع القيادة الأمريكية، الاتصالات الاستراتيجية التي أجراها ويجريها مع
الرئيس الأمريكي، وكذلك بالمقابل مع سيد وزير الخارجية وكذلك وزير الدفاع والوزراء الآخرين حقيقة والمسؤولين الأمريكان والسفيرة الأمريكية هنا في بغداد، تركز حقيقة على نقل التكنولوجيا، على الشراكة الاقتصادية ما بين الحكومة والشركات الأمريكية وما بين القطاع الخاص العراقي والشركات الأمريكية، وهذا ما يركز عليه الآن السيد رئيس الوزراء. كل قدرة العراق الآن تذهب باتجاه نقل الملكية نحو القطاع الخاص العراقي، وبالتالي هنالك فرص كبيرة لتطوير قدرات القطاع الخاص العراقي من خلال الشراكة مع الشركات الأمريكية من حيث التمويل ومن حيث نقل التكنولوجيا ومن حيث كذلك بالمقابل الخدمة التي تقدم يعني إلى المواطن، وكذلك بناء القدرات في مجال البنية التحتية والمشاريع الميجا بروجكت في مجال الكهرباء والطاقة والغاز وكذلك البتروكيماويات وكذلك بالمقابل الصناعة والزراعة وكذلك بالمقابل التعليم، وهنالك شراكات كبيرة في هذا المجال، وهنالك بعثات دراسية وطلبة لدينا الآن يذهبون بين الحين والآخر بمبادرة من قبل السيد رئيس وزراء للابتعاث في الجامعات الأمريكية والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تقدم فيما يخص حقيقة مكافحة الإرهاب. أنا أريد أشير إلى نقاط مهمة جدا وسريعة. نعم دعني سيد علاوي أشرك الضيوف كذلك. سيد ريتشارد، هل ثم الدور تريده واشنطن للعراق أن يقوم به ويساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، خصوصا مع ما يحدث من يعني سيناريوهات جديدة في المنطقة؟ أعتقد أن هناك طريقة من خلالها العراق يمكن أن يساعد في تخفيف هذه التوترات. أولاً داخلياً، إحدى الأشياء التي لم نناقشها هي الترويج للمجتمع المدني، بالإضافة إلى العولمة والإبداع التكنولوجي والاستثمارات الأجنبية، وهذه تخلق مجتمع مستقر، مجتمع مدني مستقر فيه مجموعات تمثل شرائح معينة من المجتمع ويمكن أن تعمل بدون تدخل حكومي. هذا مهم إذا فكرت في الأكراد، في السنة، في عرب المناطق المغطاة بالمياه في الجنوب. كل هؤلاء يجب أن يكونوا ممثلين من خلال المجتمع داخل إطار منظمات تقوم بالعمل لصالحهم. هناك الموقف الأعم، وأعتقد أن رئيس الوزراء السوداني أمامه خيار. أنا أفهم. طيب، وصلت الفكرة سيد ريتشارد. دعني أتوقف عندك وأذهب في سؤال أخير وباختصار إذا أمكن إلى سيد شنكر. سيد شنكر، ما الذي يغير المعادلة في الانتخابات القادمة الأمريكية وتأثيرها على العراق؟ أعتقد أنني أود من الإدارة بغض النظر عمن هي أن تكون أكثر اهتماما بالعراق. نحن نعرف أن الإدارة لم ترسل مسؤول كبير للعراق منذ تشكيل الحكومة نقطة، ولم تظهر أي اهتمام سواء المرشح المدعوم من العراق هزم أم لا، أم هل هو وسطي أم لا. أعتقد أن العراق دولة مهمة جدا بالنسبة لاستقرار المنطقة، ونحن نريد عراق سيادي وعراق ناجح، عراق فيه قدرات مكافحة الإرهاب وأيضا مستقر وتنمية اقتصادية، وكل هذه مكونات من مكونات المجتمع العراقي. المكونات السنة والشيعة كلهم منخرطون، والمسيحيون كلهم منخرطون في السياسة. أعتقد أن الانتخابات قد تجدد وتوفر فرصة لعراق جديد وإدارة تبرهن على اهتمام أكبر في المسار العام للدولة. آمل أن تكون هذه النتيجة. نعم، سيد ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية السابق، وضيوفي كذلك سيد ريتشارد شازدي أستاذ العلوم السياسية في جورج واشنطن، والسيد حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي. شكرا لكم ضيوفي، كنتم معي. انتهت مشاهدينا حلقة هذا الأسبوع من برنامج
بالعراقي. لا تنسوا متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على حسن المتابعة. في أمان الله.